أعلنت وزارة الزراعة إن فريق عمل مشروع تحديث وتطوير الري الحقلي بالأراضي الجديدة نفذ زيارات ميدانية إلى محافظتي السويس والإسماعيلية، وذلك في إطار الخطة التي أعلنتها الوزارة بالعام الماضي لتطوير نظام الري خلال 10 سنوات. وقال رئيس وحدة تطوير الري الحقلي إن آلية تنفيذ المشروع تبدأ بتقديم المزارع طلبا تحديث نظام الري لمديرية الزراعة التابعة لها والتي تقوم بالمعاينة وإعداد التصميمات، ثم يتم تحويل الطلب للبنك الزراعي أو البنك الأهلي عفوا حتى يتم توفير التمويل واختيار الشركة المنفذة، وتقوم أجهزة الوزارة بالإشراف. يأتي ذلك بينما يشكو مزارعون من نقص بكميات المياه الواردة بعدة محافظات منها الفيوم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. الأرض لو عطشانا نرويها بدمانا، عهد علينا أمانة تفضل بالخير مليانة، يا أرض الجدود يا سبب الوجود. يتذكر المصريون الكلمات الحزينة والأصابع المتشبثة بالطين وقيمة الارتباط بالأرض مع تضاؤل مياه الري وانقطاع رزق عائلة والخيارات المحدودة لقرى بأكملها. القرية دي عايشة على قول من حوالي من 20 سنة، عشت الزيتون من ساعة ما خفت المي، زرعناها صقر زيتون. صقر الزيتون بنستناه من السنة للسنة، من سنة لسنة، فسنة تحلو وسنة تنشف المي، سنة تحلو وسنة تنشف، لغاية ما هو ما فيش، أو الأرض كلها بارض وشات الزيتون مكشكشي، ندور على مي ما فيش مي. اختلف المشهد إذ اضطر كثير من أهالي الفيوم للهجرة إلى القاهرة بسبب الجفاف والعطش. لما نقصد بقى العالم بدأ يطفش، اللي طفش طفش، واللي قاعد واللي قاعد كله قاعد تحت السلالم في مصر غافر. يعني قول الثلاث اربع طفش، الثلاث اربع والربع اللي قاعد هنا، الربع حتى مش قادر، الميه مش مقاومة، الربع اللي الميه مش مقاومة اللي هنا بيصرخ. اللي معاه فلوس بيشتري ميه مجاري، الجرارات بتشفط من الطرنشات وبيقيس، واللي معاهش فلوس ما بيقيسش، هيعمل ايه؟ ارض تريد ان تروى وزيتون يقتله الظمأ. فجأة بقوله سد، في سد نهض. طب مش حال بقى لما في سد نهض هيتسد، ابقى احنا هننسى ايه؟ ابقى هنموت خالص، وهنعاني وهنمشي، هنسيبها ونهاجر منين؟ خالص. لا خيارات كثيرة ولقمة العيش صعبة. كنا بنزرع برسيم ونزرع قمح ونزرع بصل ونزرع توم خضار اللي هو جرجير، هي ملوخية كده بناكل من جنبيها. جت لما الدنيا بدأت إنها تنشف علينا ما قدرناش نعيش، ما قدرناش نعيش هنا، خدت بعدي ومشيت. وأنا بقولك على كل صراحة، الأول كان فيه كنا مبسوطين، وجت لما الدنيا وقفت على الكل، كله طفش على مصر. نقطة لا عودة مع إعلان أثيوبيا أنها أكملت المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، خطوة تركت أبو قاسم وعائلته وقريته والمصريين في هلع وخوف. وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة. أهلا بك معايا دكتور عباس. وفي البداية، هل التحول من الري الغمر اللي مصر طول عمرها بتستخدمه إلى الري الحديث ده مرتبط بأزمة سد النهضة، ولا احنا فعلا عندنا في مصر أزمة مياه ومحتاجين ان احنا نطور من أنظمة الري بشكل عام؟ تأخير على حضرتك سنور يا دكتور. السادة المشاهدين، هي مشروع تطوير الري الحقلي هو مشروع قديم في مصر، ولكن يعني ازدادت الحاجة اليه هذه الايام، مش بسبب سد النهضة. سد النهضة الى الان لم يؤثر على الزراعة في مصر، ولكن هو في تخوف ان كمية المياه التي تأتي الى مصر انها تقل، هو ده اللي احنا عاملين حسابه. لكن احنا عندنا المشكله الاكبر وهي زياده عدد السكان مع ثبات الحصه، واحنا دلوقتي بنواجه ان احتمال الحصه دي هي تاني. 50 سنه اللي فاتت انها تتكتك.
طيب دكتور عباس، انا 55.5 هنحاول مليار، اتفضل، انا سامع حضرتك دلوقتي. 55.5 مليار دي من اول ما بنينا السد العالي من الستينات والى الان هي نفس الحصه. وعدد السكان كنا 25 مليون نسمه، دلوقتي احنا تعدينا ال 100 مليون نسمه. اذا ده التحدي الكبير. زاد حاليا على هذه التحديات زاد المشروع السد النهضه. فاذا عمليه التحول الري الحقلي الى ري حديث يعني هذا شيء اتفق عليه الدوله خاصه في هذه الايام، لكن احنا بنواجه مشاكل هذا التحول. لان احنا بمرور الايام اراضي زراعيه بتتفك، بمعنى ان ايام السد العالي كانت القطع يعني خامس اذنه او مضاعفاتها. حاليا احنا بنتكلم في ان الفئتان الواحد يعني مشترك فيه يجي 10 او 15 فرد، اصبحت القطع صغيره. طب واحد بيزرع مثلا ربع فدان هيعمل له وحده ري ازاي؟ دي مشكله كبيره. زائد نوعيه المحاصيل اللي بتزرع في الوادي والدلتا معظمها برضه محاصيل زي الذره والقمح والقطن، لكن هناك اتجاه حاليا بين الدوله انها تعمل الشبكه العامه وهم يشتركوا فيها المزارعين، وبتشجع على كده، وايضا بتشجع البنوك ان هي تمول هذه المشروعات. يعني بالاضافه الى اشياء اخرى كثيره الدوله بتعملها، يعني احنا بنحاول استنباط انواع من المحاصيل هي لا تستهلك كميه كبيره من المياه وفي نفس الوقت بتعطي انتاجيه عاليه جدا. بنحاول اعاده استخدام المياه مره واثنين وثلاثه، بنحاول مشروعات معالجه المياه نفسها، تنقية المياه ومحطات تحلية المياه، ولكن هذه المحطات ليس لها علاقة بالزراعة. هنا مدن جديدة هي دي محتاجة مياه خاصة التي تبعد نهر النيل. بس دكتور عباس بيتقال برضو ان في زراعات في مصر مش هتنفع غير بالغمر، زي زراعة الرز، وخاصة في المناطق زي الدلتا مثلا اللي الارض فيها ممكن تتحول لملوحة كبيرة لو ما اتعاملتش بالغمر. هل صحيح، الخطة جديدة؟ هناك انواع من المحاصيل زي الارز وزي قصب السكر، تجارب لتحويلهم لري حديث ده يعني لسه في البدايات، يعني لم يثبت ان يعني جديه هذه التجارب. بالاضافه الى ان احنا عندنا شمال دلتا بالكامل، خاصه محافظات البحيره وكفر الشيخ وعندنا في بورسعيد، هذه المناطق الاراضي فيها قريبه من البحر، بالتالي الملوحه فيها عاليه جدا. اي وسيله ري اخرى غير الغمر تضرب التربه، لان الملوحه بتزداد. الغمر له مميزات ايضا، رغم ان هو بيستهلك كميه من المياه، لكن بيغسل التربه، يقلل الملوحه بتاعتها، بالاضافه الى ان جزء من المياه اللي بتتسرب للارض صار داخل التربه بتغذي الخزان الجوفي ويعيد استخدامه مره ثانيه. يعني الري بالغمر له مساوئ، ولكن له ايضا بعض الفوائد، منها الغسيل التربه وشحن الخزان الجوفي. احنا بنستهلك حاليا حوالي 7 8 مليار متر مكعب من المياه من الوادي والدلتا اللي هي بتتسرب من مياه الزراعه. لو احنا قللنا الزراعه في الري بالغمر هذا الخزان كميته هتقل، وبالتالي المياه بتاعتنا مش هتستخدم. الدوله بتحاول ايضا انها تبطن الزراعه علشان خاطر تقلل الرش، تقلل البخر وساعات وبعض المناطق القاطعه القنوات الصغيره، كلها محاولات. لكن المحاولات الاهم من ده كله عمل مشروعات في دول المنابع، خاصه دوله جنوب السودان. ايه المشروعات تزيد من الحصه؟ الحصه بدل ما 55.5 ممكن تبقى 60 مليار، ممكن تبقى 70 مليار. في مشروعات في جنوب السودان، مشروعات معروفه منها الجنجلي اللي ممكن تتوفر حوالي 9 مليار متر مكعب. بنشكرك، كنت معنا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور.